تزامنا مع الاحتفالية بتأسيس أول مدرسة من مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، نفذت اللجنة في البطريركية مسابقة للرسم في مدرسة لاتين لفحص الثانوية، شارك بها عدد كبير من طلبة البطريركية في المملكة، وذلك للمراحل العمرية من الصف الأول أساسي وحتى الصف الثاني ثانوي. وقد أعلنت اللجنة الفنية المشكلة لتقييم الرسومات من السادة كمال عودة الداعم الرسمي للمسابقة من مكتبة سمير وغسان، والفنان أنور حدادين من جامعة اليرموك، ومازن عصفور من الجامعة الأردنية، والمربي رائد حداد المشرف العام للمسابقة. أسماء الطلبة الفائزين بهذه المسابقة بمراعاة المضمون والدقة في الرسم وجمالية الصورة. أهلا وسهلا بنور سعد، شركائنا الدائمين في دعم الأنشطة المنهجية في المدرسة اللاتين لفحص الثانوية. انطلقت مسابقة الرسم لمدارس البطريركية اللاتينية من قسم النشاط في مدرسة اللاتين لفحص الثانوية، وبدعم من معلمة التربية الفنية مش شهناز حداد والإدارة المدرسية. وكانت الهدف الرئيسي من أهداف أنه نبرز طاقات ومواهب طلاب مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن. توجهنا بالنداء مباشرة لمكتبة سمير غسان عودة، وكانوا المبادرين الرسميين والداعمين لهذه المسابقة، ولدرجة أنهم غطوا كافة مستلزمات هذه المسابقة، شاكرين أنهم كل هذا الدعم، وهذا مش جديد على هالمؤسسة الضخمة والعريقة. الفكرة من الرسم أنه إحنا نشوف النظر اللي عند الطالب كيف ينظر للأردن. تحمل المسابقة محورين، الأردن في عيون أبنائنا، أبناء البطريركية اللاتينية، والطبيعة في عيون أبناء البطريركية اللاتينية. شارك ما يقارب 12 ل13 مدرسة من مدارس البطريركية اللاتينية من أصل 24 مدرسة، وهي التجربة الأولى. نتمنى أنه تستمر هذه التجربة. ما بدي أنسى كمان أوجه كل الشكر والدعم لمدير عام مدارس البطريركية اللاتينية قدس الأب وسام منصور على أنه رحب بهذه المبادرة وأكد عليها وعمم هذا الكتاب من خلال الإدارة العامة لكافة مؤسساتنا ومدارسنا في الأردن. ونحن كشركة سمير وغسان يعني منحب أنه ندعم خصوص هاي النشاطات والمسابقات بأي شكل من الأشكال، يعني عشان تشجع الطلاب يعني يدخلوا بالمجالات الفنية بشكل نحكي فاين آرتس أو الفنية التطبيقية، ونحن دائما جاهزين أن نكون داعمين لهاي الأمور لمين ما كان بحب يقدمها لطلابه للمدارس ولنشاطاته بغض النظر داخل المدارس أو خارجها. نعمل بالعادة دورات، بنقدم معارض، بنساعد، نخلي الناس تشوف شو في عندنا نحن أشياء نقدمها من فن، من مواد، من جوائز خصوصي للطلاب اللي بتميزوا بهاي النشاطات. فنحن دائما يعني موجودين ومنشجع هاي الإشي، ومنحب دائما الناس تيجي عندنا وتتقدم لنا وتطلب الدعم منا، ونحن يعني أهل الواجب. هذا المسابقة كانت على مرحلتين، المرحلة الأولية اللي هي كانت جمع جميع الرسومات من خلال لجنة أولية اللي كانت تتشكل من سيد كمال عودة والفنان أنور حدادين والمعلمة شهناز حداد، ومن ثم اليوم اللي هي المرحلة النهائية اللي بنعمل فيها التصفيات من خلال الدكتور مازن عصفور، الفنان أنور حدادين، والسيد كمال عودة، والأستاذ رائد حداد. طبعا احنا الشكر الكبير اولا لإدارة مدارس البطريركية لدعم هذا النشاط، والشكر الاكبر طبعا اللي هو للسيد كمال عودة لانه هو الداعم لنا بكل هاي المسابقة. كما بدي اضيف الشكر للأستاذ رائد حداد اللي هو المسؤول الأنشطة في المدرسة، ومعلمة الفن اللي هي مس شهناز حداد. وشكرا لكم اكيد لنور سات وللاستاذ عاهد الفرح اللي عمل التغطيه الكامله لهذا النشاط، واهلا وسهلا فيكم.